السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. هذا غيكون اول فيديو لي على القناه، كنتمنى يلقى استحسانكم. بالنسبه لمحتوى القناه غيكون ان شاء الله متنوع ما بين وصفات صحيه وصفات تجميل وكذلك الفصاله والخياطه، يعني محتوى نقي وهادف اللي يليق بالمتابع الكريم والمحترم. كنتمنى منكم بعد الله طبعا تدعموني وتشجعوني على الاستمرار، لانني فعلا محتاجه لهاد القناه، وبحكم القناه جديده كاينه شروط باش تفعل، وراكم عارفين هادشي، باش تفعل وتطلع وتنجح باذن الله. هذا بخصوص القناه. المهم ندوزو دابا نهضر لكم شويه على الموضوع ديال الفيديو. اختاريت نبدا لكم بهاد الوصفه هادي الخاصه بعلاج القولون العصبي، القبض او ما يسمى بالامساك، حيت شائع بزاف. الغريب في الامر ان حتى الاطباء في حد ذاتهم صعيب عليهم يشخصوه، وغالبا ما كينعتوه بالاعصاب، كياخذ المريض الدواء ديال الاعصاب، لكن كيبقى داكشي غير مهدئات، بنادم غير كيتبنج وصافي. ان فوا يقطع الدواء كيرجع لنفس السوجي، نفس الدوامه، نفس المشاكل. من بين الاعراض ديالو الاعراض اللي كيخليوك تعرف باللي راه فيك، زعما راك تعاني من خلل في القولون العصبي، كيكون القبض، بحيث المريض كيلقى صعوبه في القضاء ديال الحاجه ديالو اعزكم الله. فقدان الشهيه، بنادم كتمشي له الشهيه كتنعاد، ما كيبقاش عنده الشهيه باش ياكل، كيبقى ينقص في الوزن شويه بشويه. الكوابيس بالليل، يعني بنادم اللي عنده خلل في القولون العصبي وعنده قبض فاش بالليل ما كياخذش راحته في النعاس، يعني ما كيستافدش منه، كينعس مشوش، كينعس على كوابيس وكيكون النوم متقطع، يعني كينعس شويه ويفيق ويعاود ينعس، وكيكون واحد التشنجات، واحد بحال ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، بحال بنادم ناعس وكيترعد لداخل ديالو، بحال سامع شي خبر خايب، بحال غيتضارب مع شي واحد، بحال حالفه في شي واحد. المهم كينعس ماشي هو هذا. ومن بين الاعراض عاوتاني كتلقى كثره الغازات، كتلقى البطن او الكرش ديال الانسان اللي عنده القولون العصبي، يعني مريض، كتلقى الكرش ديالو منفوخه وكثره الغازات، وبنادم ما مرتاحش، يعني ما كيرتاح يهضر معاك، ما كيرتاح يدير يقوم بالواجبات ديالو اليوميه، ما يعني كلشي كيكلف واحد المجهود كبير بزاف. صافي بنادم كيمرض بمعنى الكلمه، كيأثر ليه على الاعضاء ديالو كاملين، كيخليه يحس بالفشل، ما كيقدش، يعني صافي كيبقى غير في هذيك الدوامه نيتو. هذا القولون العصبي كيجبد لك امراض اخرين، يعني فاش كيمرض لك هو كيخليك تحس بلي كلشي كيضرك، كيضرك الراس، ضرك المعده، كضرك الكرش، المصارم، ما كتبقاش عندك الكانه، ما كتبقى حامل يهضر معاك حتى شي واحد، كتكون ساهل باش تعصب، ديما منيرفي، ديما غاب بوحدك، واخا ما يكون عندك لا مشكل لا والو، ديما مرون في خاطرك وهادي. وكتلقى بنادم كيكون فيه الخوف، يعني كيدير لك بحال الخوف، الوسواس، والناس اللي كيعانيو من القبض بزاف وهاد القولون هذا راه غيعرفوني علاش كنهضر، يعني اعراض اللي راهم زعما خاصين بيه ومعروفين وماشي شي حاجه. اي دابا المشكل بنادم فاش ما كيعرفش، كيجي هاد المرض هذا كيمشي يدوز عند الطبيب، الاطباء هما كيقولوا لك راه فاش كتعطيه الاعراض ديال انني كنخاف وديما فيا ديك الرعده وديما فيا الوسواس وفيا هادي، كيعطيك الدواء ديال الاعصاب. ايه هما راه من طبيعه الحال كاينه علاقه بين الاعصاب وبين القولون العصبي، ولكن الغريب في الامر هو انه راه ماشي الاعصاب هما اللي كيديروا لك القولون، راه القولون هو اللي كيدير لك الاعصاب. فاش كيكون عندك ما مريكلش راه هو اللي كيولي داك البراز اعزكم الله كيبقى يتراكم عندك في كرشك وفي مصارنك، صافي راه كتمرض، راه كيوليو عندك هذوك الاعراض كاملين. فاش كتريق المصران ديالك
راه باذن الله راه كتحس بداكشي كله بدا كيمشي غير بوحدو. يعني راه ما كاين لا حيت عندك هاد بحال هاد المرض هذا وبحال واحد المرض اخر عاوتاني موضوع اخر حتى نهضروا عليه ان شاء الله في فيديو اخر ديال فاش كنقولوا حنايا بالدارجه طاحوا لي المصارن اولا طلعوا لي المصارن. هادي راه الاطباء ما كيعترفوش بها، يعني ما يمكنش غتمشي عند الطبيب وغايقول لك لا راه طاحوا ليك المصارن اولا راه طلعوا ليك المصارن. هادي ما تيقولوهاش، يعني كاينين شي حوايج حنايا عارفينهم من جداتنا، يعني من الناس القدامين ما كيعترفوش بهم دابا الاطباء وداكشي. واي حاجه عندها اعراض كتشبه الاعصاب راه كينسبوها للاعصاب، والدواء الاعصاب راكم عارفين كاملين، يعني شي حاجه اللي غير ديكالمور ماشي شي حاجه كتعالج لك المشكل من الاساس ولا كدواي لك في مره. داكشي غير كتكالمي كتسكن لك الالم ديال واحد الحاجه، ولكن ان فوا كتقطعو راه كترجع لنفس المشكل. وكما كنقولوا ديما راه ما كاينش شي حاجه احسن من زعما الاعشاب والتداوي، داكشي طبيعي راه ما كاين ما احسن، ولكن حتى هو راه كلشي بالقياس، يعني ماشي غادي تبقى غير اللي تقالت لك انت يا ما عرفش واش بصح صحيحه ولا ما صحيحه، غتبقى غير كتجرب في راسك. وكاين بعض الناس ننصحكم من هذا المنبر هذا، كاين بعض الناس اللي كتقال لهم في المثال واحد العشبه اليوم كتقال لهم باللي زوينه كيديروها وكيبغيو يبان لهم مفعول في نفس النهار، نيت غدا عاود كتقال لهم حاجه اخرى كيديروها، كيوليو كيخلطوا كيرونو وكيكثروا بزاف على المصران ديالهم، وفي الاخر ما تيلقاوش النتيجه، راه بالعكس يقدروا يزيدوا يمرضوا اكثر. حيت راه واحد الحاجه الا استعملتيها خاصها بعدا واحد الوقت باش الذات ديالك كتقبلها وكتولي تعطي المفعول هذا، عاد كتبدا تبان لك النتيجه. اما الا بقيتي كتخلط واحد عاوتاني واحد المشكل اخر كيديروه بزاف ديال الناس، كتلقاه كيستعمل وصفات طبيعيه اعشاب وهذه في نفس الوقت كيستعمل الدواء ديال الطبيب، هذه راه شي حاجه اللي لا يعقل، ما راه ماشي معقوله، يعني ماشي معقوله. انت صافي غتختار يا اما غتعالج بالدواء ديال الطبيب، الا كنتي خديتي التريتمون ديال الدواء ديال الطبيب صافي غادي تتبع فيها وتشوف وتطلب الله الشفاء وهادي وتصبر، راه دائما بنادم خاصو يصبر، ما يمكنش شي حاجه غتعطيك مفعول سير بلاص. عاوتاني اختاريتي تداوي بالاعشاب بعد من الدواء، حيت راه كاين شحال من واحد كيدير هاد الاغلاط كيوقع الله يستر في تسممات وكيولي عاوتاني في امراض فين يبان داكشي اللي كان ضارو في الاول وباغي يداوي عليه. هذا من جهه. المهم ندوز معكم دابا المكونات الوصفه، صراحه مكونات بسيطه يعني في المتناول، ماشي شي حاجه اللي مكلفه ولا غايقول بنادم راه ما عنديش ولا غاليه عليا ولا شي حاجه، اللي بسيطه ومعروفه وقويه باذن الله. انا البنات سواء بنات او لا دراري كاع اللي كيشوف هذا الفيديو هذا، اللي مريض الله يشافيه، اللي سواء بهذا المرض اللي تنهضروا عليه او لا شي حاجه اخرى، اللي مريض الله يشافيه والله يفاجئها علينا كاملين. المهم زعما هادشي هاد انا كنهضر كنهضر كنوجه الهضره للبنات على اساس البنات، ولكن راه ضروري راه هاد المرض هذا راه رجال بنات دراري صغار كبار، راه ماشي يعني ماشي كلشي بنات. المهم عندي هنايا في الوصفه المكون الاول اللي هو الصبر، سميتو الصبر. كتمشي عند العطار تقول له عطيني الصبر غيعطيه لك، راه معروف، وانا غنوريه لكم من بعد ان شاء الله. المكون الثاني اللي هو حب الرشاد، حب الرشاد راه ما كايناش شي وحده ما كتعرف شكون هو حب الرشاد، ما كايناش شي مره ما كتعرفوش، غيعرفوه حتى الرجل، ولكن العيالات بنسبه كبيره حيت العيالات عندهم شويه علاقه معه، زوين بزاف ديال الحوايج، زوين النفاس، المراه النفسه كتاكلو كتشربو زوين، المهم عنده منافع كثيره، وزوين حتى وصفات تجميل بحال هكا ديال الشعر ديال البشره، يعني عنده منافع كثيره بزاف. والمكون الثالث العسل الحر، العسل الحر راه ضروري، يعني اي وصفه طبيعيه داخل فيها العسل الحر راه كتبان، يعني راه باينه راه مزيانه، راه ماشي شي حاجه خايبه. المهم عندي هنايا الصبر اللي هو هذا، الصبر كيكون على هذا الشكل،
غنوريكم كيفاش كيتباع في الاول باش تعرفوا كي داير، حيت هذا هرسته واحد شويه. ها هو على هذا الشكل، ها هو. كتمشي عند العطار تقولي له عطيني الصبر غيعطيك، راه كيكون هكا حجره كحله بحال هكا. هنايا دقدقت منو شويه باش نوريكم كيفاش كيكون هانتوما البنات. وهذا حب الرشاد، هذا حب الرشاد راه معروف، راه كيكون حبيبات حمر وصغيرين. والعسل الحر خلاص راه هذاك راه باين. المهم البنات غير اللي نوصيكم عليه ما تكثروش من هذا. انا خلاص من بعد غادي نعطيكم تتمه الفيديو، غنعطيكم شحال غديروا من هذا، راه ماشي بزاف كديري تقريبا بحال هكا. تقريبا غير بحال هكا، غير جوج حجرات بحال هكا صغيرين، لحقاش المذاق ديالو مر بزاف، مر بزاف ومجهد. يعني كديري غير شويه راه كافي وكيقضي الغرض باذن الله. طبعا انا راه البنات هاد الوصفه هادي ما جيتش عطيتها غير هكا، هاد الوصفه هادي راه استعملتها الام ديالي شحال هادي. كانت ماما مرضات بالمصارن ودوزات، ما خلات الطبيب، ما خلات فين مشات، ما خلات اي طبيب قالوا لها مزيان كانت كتمشي عنده. وكان جا هذاك القبض صافي بزاف، يعني بزاف صافي، راه ما كنتش عارفه شنو بيها، وما كانت اعزكم الله ما كانتش كتخرج زعما، ما كانتش كتقضي الحاجه ديالها صافي صافي. حتى ولات كتمنى الموت بشده داك العذاب اللي كان كيدوز عليها والالم. وحتى تلاقات واحد المراه الله يذكرها بالخير، الا كانت باقا عايشه، الا مات الله يرحمها ويوسع عليها، تلاقتها هي اللي عطاتها هذه الوصفه هذه. ديك السيده صحراويه من جهه زاكوره، هي اللي عطاتها هذه الوصفه، والحمد لله ما شاء الله غير دارتها ولات بخير وعلى خير. ومن ديك الساعه هذه الوصفه هذه ما كتخطاناش، واي واحد شاف ماما عنده نفس المشكل كتعطيه، سواء انا رجال او عيالات اللي من لا فامي ولا غير قرابين لينا هكا، ولا غير شي وحده صدفه تلاقاتها وشكات عليها كتقول لها شنو ديري. الحمد لله ما كاينش اللي جربها وما لقاش وما عطاتش نتيجه معاه. طبعا باذن الله البنات انا راه ما غاديش نبدا نحلف لكم على الوصفات، وهذه كتبقى امانه، يعني شي حاجه اللي فرقبتي انا ما يمكن ليش غادي نعطيكم شي حاجه اللي ما متاكداش منها وفيها خطر عليكم، ولا انا ما عارفاش اصلا شكون هي. ولا انا غنعطيكم الحوايج اللي انا مجرباهم او الناس اللي تايقه فيهم مجربينها، حيت الصحه ديال الناس ماشي لعبه. وفعلا راه بنادم اي واحد كيبغي يطلع القناه ديالو باش نجيكم نيشان، ولكن كاين الفرق، كاين اللي كيبغي يطلعها بشي حاجه اللي مزيانه، يعني شي حاجه اللي غتجربوها وترحموا لي عليها الوالدين. وكنتمنى من الله ترحموا لي على الوالد ديالي الله يرحمه، ما حبناش بدنا الهضره على الوالدين، ويرحم موتى المسلمين اجمعين. يعني غير ان فوا يجرب بنادم واحد الحاجه قلتيها ليه وكيلقى عليها الرحمه، وهذه راه حتى هذيك صدقه ابار كاع حنايا القناه ولا هذا مهم، وما فيها باس الا تكون الاستفاده زعما الاطراف كاملين. يعني انا تشجعوني ودعموني باش نكبر القناه ديالي ان شاء الله، حيت راه بصح محتاجاها. وحتى نتوما عاوتاني نكون عطيتكم شي حاجه اللي موثوقه، ماشي شي حاجه جايبها من فراغ ولا ممكن تاثر لكم على الصحه ديالكم. وراه ما غنحلفش، انا راه ما عمري ما غنحلف شي فيديو، حيت ما كيعجبنيش الصراحه داك الحلوف، حيت ممكن واخا الوصفه انا كاع تكون نفعتني ونفعت مليار واحد بلا بيا انا، راه ممكن واحد اخر ربي عاوتاني عارف من الصحه ديالو كي دايره لداخل، وراه ماشي كلنا كيف كيف. يعني راه تقدر واحد الحاجه تنفع هذا وهذا وهذا وما غاديش تنفع مع هذا، فهمتوني كيفاش؟ يعني ما كاينلاش بنادم كيبقى يحلف وهذا باش غير تكبر ليه القناه، داكشي ما كاينش لاش. او ان شاء الله دابا غادي نطحن هذا الشيء، هذا الصبر هذا راه كدقوه في المهراس حيت قاصح شويه، كدقوه في المهراس هذا كيتطحن، حب الرشاد كيتطحن. المهم هذا فاش كيتدق كتزيدوه مع هذا وتطحنوه مزيان، ولا اللي ما عندوش كيطحن كلشي في المهراس. المهم عندنا حنايا هو هذا الشيء هذا غيتطحن،
ومن بعد غنخلطوه بالعسل الحر وغنديروه كويرات تقريبا قد الحمصه. ومن بعد فاش تبغيو تنعسوا بالليل، يعني كنخاطب الفئه اللي عندها هذا المرض هذا، فاش تبغيو تنعسوا بالليل تشربوا واحد الحبه مع كاس ديال الماء. غير هو فاش دير ديك الحبه فمك ديريكت شرب عليها الماء وسرطها، ما تمضغوهاش البنات الدراري ما تمضغوهاش حيت راه المذاق ديالها مر بزاف وشويه كتزعج، المذاق ديالها شويه مزعج، ما غاديش يعجبكم. داكشي علاش راه كنخلطوها بالعسل باش كتجي شويه حلوه وفيه منفعه عاوتاني، وكتشربوها بالماء يعني ما تمضغوها ما والو. اللي مضغها راه ما كنتحملش المسؤوليه حيت راه مره حاره، باش ما تبقاوش تدعيو فيا. المهم نضحكوا شويه ما فيها باس. يلاه البنات غنطحن هادشي هذا ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما طحنا المكونات ديالنا هنايا اللي هما الصبر وحد الدرجه طحنتهم مزيان ولاو على هاد الشكل هذا، دابا غندوز باش نخلطهم بالعسل ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما خلطت المكونات ديالي بالعسل كنحصل على هاد الشكل هذا بحال هكا، وكنبدا نشكلو كويرات كما قلت لكم في الاول. على هاد الشكل هذا البنات، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره. هادي زيت صغيرة شوية، هانتوما البنات. وكانت هادي هي الوصفة ديالي ديال أول فيديو، كنتمنى تدعموني وتشجعوني باش نزيد القدام وباش نزيد نعطي أكثر وأكثر من داكشي اللي كنعرف. وإن شاء الله راه تكون وصفات مجربة، والحاجة اللي ما متأكداش منها أكيد ما غنشاركهاش معاكم. وكنتمنى من الله منكم زعما اللي كيعرف شي واحد عنده كيعاني من هذا المشكل هذا في سبيل الله ينصحو بهذه الوصفه هذه، حيت فعلا راه شي حاجه اللي مجربه ومتاكده منها مليون في المية، وراها طبيعيه ماشي شي حاجه اللي غتخافوا منها على ضمانتي البنات والدراري كاع اللي كيتفرج في هذا الفيديو هذا. اللي مريض يجربها ويعاود يرجع عندي في الكومنتير ويقول لي النتيجه اللي يعني شنو واش نفعات معاه ولا لا، واللي كيعرف شي واحد مريض به ينصحو بها. راه وصفه كما سبق لي وذكرت راه وصفه زوينه بزاف وراه كتعالج، يعني الا كان فيك القبض راه كيوليو المسارم ديالك كيتريقلو، كتولي تاكل مزيان، كيمشي دوك الاعراض كاملين اللي ذكرتها من قبل ما كتبقاش معاكم ان شاء الله باذن الله. وهذا ما كان، نتمنى تجربوه ان شاء الله وتشجعوني وسمحوا لي الا كان الفيديو ماشي عند حسن الظن ديالكم، ما جاش مزيان ولا شي حاجه، راكم عارفين اول فيديو راه كيجي قاصح شويه، يعني بنادم في البدايه ديالو واخا ما يكونش بنادم حداك كتشوفي فيه راه ضروري كتحسي بالستريس وكتحشمي وشحال من حاجه. المهم خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.